السلام عليكم ورحمة الله. بعد مرور ما يزيد عن شهر من إطلاق عملية الغزو الروسي لأوكرانيا، يبدو واضحا أن النتائج لا تتطابق مع حسابات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للعملية. ورغم الحديث الرسمي للجيش الروسي عن إنجاز أهداف ما أسماها المرحلة الأولى، فإن المعطيات على الأرض لا تظهر إنجازا أو حسما يليق بكبرياء القوة الروسية. فلم يسيطر الروس على المدن الرئيسية في أوكرانيا وباستثناء خيرسون جنوبا، يجري استنزافهم في حرب شوارع في كل المدن التي سيطروا عليها، ولم يتمكنوا من اختراق حتى أطراف العاصمة. لكن هذه المعطيات على أهميتها لا تفي بتغيير الاعتقاد في المقابل بقدرة المقاومة الأوكرانية على الصمود، وهو ما بدا واضحا في اعتراف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي باستحالة إخراج روسيا من جميع الأراضي الأوكرانية، ليؤكد تراجع بلاده عن الرفض القاطع للطلب الروسي بضمان الحياد الأوكراني ووضعه محل دراسة على أجندة المفاوضين. الأجندة المثقلة التي جرى التباحث بشأنها اليوم في مدينة اسطنبول، حيث انطلقت جولة مفاوضات جديدة برعاية تركيا. ورغم انخفاض سقف نتائجها، إلا أنها مثلت خطوة جيدة في مستوى التفاوض، على اعتبار أن أي تقدم فيها يفترض أن يمهد الطريق لعقد اجتماع مباشر على مستوى الرؤساء، حسبما يأمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.